ما حكيناش معاك على غلاء المعيشه والعرس. ايه خاطر غلاء المعيشه ما يهمكش خاطر لاباس عليك. لا علاه؟ والعرس ما يهمكش خاطر المعرس. الزوز يهموني. خركز على النقطه الثانيه. العرس يهمك؟ العرس يهمني. معرسه؟ معرسه. نحكي على العرس اللي باش يعرس. راجلي لا انت قلت لي العرس. ايه العرس اللي باش يعرس ولا مش باش يعرس؟ الغلاء المعيشه والعرس. نصلح. الزوز يهموني. العرس بما انك انت حطيته اون برومي ليو يهمني، لانه الراجل اللي انا مرتبطه به بالنسبه لي انا مش راجلي برك، خو صاحب. رجعتني خسيب راجل واحد اخر. شوف ولو هو شيء مستبعد اللي حكى لي. شوف حتى لو شرع محامي خاف منه محامي. حتى لو شرع ما يسعون الى تشريعه سيشرحوا تشريحا. باهي نحكي غير المعيشة والعرس. استقبلوا حموش وخطيبته تصفيقه كبيره على حموش. سوسو هاكا خذيت الدبش وركحت الدار، فرقت الاستدعاويات وجاونا به. شريت تلفزة. اي خذيت تلفزة مليون. حبت عملين الناس. به. شريت فريجيدير. اي خذيت فريجيدير بزوز ملي. حبت عزوز ملي الناس. به. شريت بيت نوم. اي خذيت بيت نوم اللي ريناه في المعرض بتاع 4 ملايين. حبت 4 ملايين الناس. اي ما هكا العرس باش تكلف لي 20 مليون ومانيش باش نخلط راه. خسارة فيا 20 مليون ونص. انت شنو النص هذا؟ خاطرني مرا ونص. يا اخي كان انت مرا ونص. كان انت مرا ونص بطلت انا مانيش معرس وهاني ماشي على راحتي. لحظة لحظة. يا اخي مش ترفس في الزيتونة؟ لا نخدم شهار عادي وما عنديش مش مدخل هذا فيه هذا. ليه مش على حاجة نحبك تجيب لي إترا ونص. هذاك صح حموش وانترفيو كان مزيان ونص معاك.